بدأ العد التنازلي لانقضاء التجارب الخاصة بترامواي مستغانم الذي انتظره ساكنة الولاية بفارغ الصبر ليدخل حيز الخدمة بعد أيام. تسمح هذه الوسيلة بنقل 50,000 مسافر يوميا، تشمل جميع المقاصد المدينة مثل الجامعات، الأقطاب الجامعية، المستشفيات، المحطات البرية إلى آخره. مدينة مستغانم وأخيرا تم يعني الإعلان عن إطلاق مشروع ترامواي الذي انتظرناه طويلا، عساه أن يفك الخناق عن المدينة. من ناحية غادي نقص عبء كبير على الجانب النقل، سيارة أجرة أو الحافلات، وحنا نتفائلوا بلي يكون مكسب للولاية، وإن شاء الله يكون يعطي طابع جيد لأي زائر للولاية إن شاء الله. وفضلا عن دوره في تقديم خدمات عمومية، فإن هذا المكسب من شأنه توفير مناصب شغل لفائدة شباب المنطقة. التوظيف كان 100% من مستغانم وعن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل. لحد الآن رانا حوالي 300 موظف مكونين ومجهزين إن شاء الله يعني لدخول حيز الخدمة لترامواي مستغانم. الأولى شوماج، من بعد كي سمعت بالتوظيف في شركة سيترام راني حطيت السي في تاعي والحمد لله رانا خدمنا. اوني باسي باغ دي زيكزامان بسيكو تكنيك بسيكو موتور. اون من بعد درنا ان اونتروتيان اونيتي اونبوشي وحنا رانا هنا في الفورماسيون. يذكر ان طول المسافه التي يقطعها ترامواي مستغانم تقدر ب 14.2 كيلومتر موزعه عبر 24 نقطه، والتي من شانها تقريب المواطن من المرافق العموميه والفضاءات السياحيه.